يا ترى المدرسين هيعملوا ايه بعد قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة؟ يا ترى الطلبة اللي فرحانين في المدرسين بتوعهم بتفكروا كده ازاي وحسيتوا ايه وانتوا بتعملوا ده؟ المدرسين ما تشغلوش بالكم بيهم قوي، اصل رزقهم على ربنا بيرزق كل حي، رزقكم في السماء وما توعدون، ملناش دعوة بيه. المشكلة في الطلبة، في الطلبة اللي بتنزل بوستات شماتة وتريقة وسخرية من المدرسين، والأهالي كمان بينزلوا نفس البوستات وشماتة صريحة وواضحة. مش انتوا نفس الأهالي اللي كنتوا بتكلموا المدرسين تتحايلوا عليهم تتصلوا 100 مرة عشان يردوا عليكم وتبعتوا الناس عشان يتوسطوا لكم عشان يقبلوا ولادكم؟ مش انتوا نفس الناس اللي كانت بتقف في طابور طويل عريض عشان المدرس يقبل الحجز عشان سنة دورنا؟ مش انتوا نفس الناس اللي كنتوا بتوافقوا على أي سعر للحجز وتشتروا الكتاب مهما كان سعره؟ مش انتوا نفس الناس؟ تشمتوا وتتريقوا ازاي؟ الطالب مفيش تربية خالص. انت كنت واقف مع المدرس ده في يوم في قاعة بيديك من وقته ومجهوده ومن بيته ومن صوته، ويفضل يدور لك على طرق يوصل لك بيها لأجيل ما عندكش غير الأغاني تسمعها أم غنالك عشان يوصل لك، رقص لك عشان يوصل لك، والله وعايز يوصل لك. أصل نجاحك من نجاحه، أصل تفوقك من صيته، أنت لما تتفوق هو صيته يعلى فهتجيب له ناس. إذن هو كان مشغول بيك أولا وأخيرا، فكانت النتيجة بوستات شماتة وسخرية وقلة أدب حرفيا. طب أنا مع مين؟ مع المدرس اللي ياما كسب وعمل مراجعات في الاستاد وركب عربيات كبيرة وبقيت منظر بالبودي جارد، ولا أنا مع ولي الأمر المطحون الشقيان؟ أنا مع مين؟ أنا مش مع المدرس ولا ولي الأمر. مش مع ولي الأمر لأنه ولي الأمر أهمل في تربية ولاده فتكون دي النتيجة. ولي الأمر انشغل، ولي الأمر كان شغله شاغل كليات القمة، وياما ياما ياما قعد على أعتاب السناتر، وياما اشترى وياما صرف وياما اتخزل، والله اتخزل. المدرس اتمنظر كتير برضه، ما اكدبش عليكم، ما انا لما الاقي المدرس داخل لي بخمسة بودي جارد عدولة، ولا الاقيه مثلا عامل حصة في الاستاد جايب البلد كلها، ولا الاقيه بيهدي عربية مش عارف بكام لطالب عشان تفوق، كنت بصوا بصة. ما هو زعل، ما انتوا لو بصيتوا، ما انتوا لو رشيتوا يمكن كانت عدت. ما علينا، المهم خلينا في المهم. الحمد لله والفضل لله البني آدم عنده شيء من البصيرة ولو بسيط. يعني مثلا لما الاقي أولياء أمور ابنهم مش جايب مجاميع خالص، مش جايب مجموع خالص عشان يدخل ثانويه عامه، هو كل شيء مبشر ان الولد ده خايب، يعني جايب مش عارفه 100 وكام وعايزين يدخلوه ثانويه عامه خدمات باي ثمن. يا جماعه والله باي ثمن، باي طريقه، باي خدمات، ماشي رشوه، ماشي منازل، ماشي ما عندناش ما اي حاجه، اي حاجه عايزين ندخله ثانويه عامه عشان مستقبله. اقول لهم يا جماعه طالما الطالب ما جابش مجموع ثانويه عامه مش سريح، ما ترهقوش نفسكم، هيرهقكم ماديا معنويا نفسيا، تضغطوا عليه وهيضغط عليكم، هيتعذب وهتتعذبوا معاه، مش قدراته. مش عايزين نعترف بده، مش عايزين نعترف بده ابدا، احنا مصرين يدخل ثانويه عامه، مع ان كل حد فينا فاهم هو مربي ايه وفاهم قدرات اللي عنده ايه. طيب اقول مثلا يقولوا لي ايه، ايش عرفك ابننا اتظلم، اتظلم وزارة مدرسين لجنة ابننا الظلم، الظلم في درجة اتنين خمسة مش خمسين. اقولهم ببساطة هاتوا ورقة وقلم، ملوا ابنكم ولا بنتكم، ملوهم تلاقيهم ما بيعرفوش يكتبوا عربي، يدخل ثانوية عامة في وسط المواد دي ازاي؟ هيرهقكم، هيتعبكم ابدا، فتبقى النتيجة صراخ وطالب بيرمي نفسه وبنت مش عارفة بترمي نفسها يوم النتيجة. بنعمل في نفسنا كده ليه؟ عشان احنا نتمنظر؟ عشان جارتنا بنتها في ثانوية عامة؟ عشان ابن عمه في ثانوي فما ينفعش يبقى اقل منه،
وعشان المستقبل صنايع. ايه المستقبل ده؟ فين المستقبل ده؟ بصوا حواليكوا على الخريجين في البيوت عاملين ازاي، ما هم نايمين وشهادات عاطل بشهادة عالية وتقدير، وحفلة تخرج حاسس فيها انه لابس البدلة وهيتخرج يا عيني، رايح بكرة يشتغل في السفارة او الوزارة الله اعلم، يفضل يرقص يتحنجل يتصور يطلع ترند، وفي الاخر ينام في البيت جنب الشهادة بتاعته، ولد او بنت. هو ده اللي احنا وصلنا له؟ هو ده الفكر اللي احنا وصلنا له؟ ما ربيناش ولادنا في السكة لغاية ما تخرجوا، ما ربيناش ولادنا في السكة. البنوتة قبل ما تتخرج بشهرين بتتعلم ازاي ترقص عشان حفلة التخرج، ازاي يوصل ترند في حفلة التخرج. هو الولد بقى يعمل نفس الحكاية، الولد عايز يطلع ترند، الولد بيتحنجل لقى البنت بترقص وتاني يوم في كل البرامج. طب وليه لا؟ واخر النهار نعمل قناة على فيديوهات قصيرة شورتس، نشتغل سبوبة كبسوا كبسوا زي ما بتتريقوا كده على المدرسين وتقولوا لهم كبسوا كبسوا. انا لله وانا اليه راجعون، والله لا في التدريس ولا في الدروس الخصوصيه ولا في الكتب الخارجيه ولا اي حاجه، بس في التربيه هي اساس كل شيء. لان الطالب لو كان شاف حاجه كويسه، لو كان افتكر كلمه مراجعه حاجه مدرس حفظها له فهمها له، كان المفروض يطلع يقول ربنا يوفقك يا مستر ونقطه. ما حصلش، لقينا كل القاذورات اللي في النفوس البشريه فجاه بتخرج لنا على السطح، شماته وتريقه وتركيب فيديوهات ومهازل، والله العظيم مهازل، عدم تربيه، والله العظيم عدم تربيه. طيب انا بالنسبه لي الوزاره خلاص هي اللي شايفه الصح، الوزاره شايفه ان الفتره الجايه برمجه علموهم برمجه، الوزاره شايفه ان الفتره الجايه اللغه الفرنسيه مش خلاص، مش جيولوجيا مش خلاص، يبقى مش علموهم انتوا. احنا محتاجين ولادنا يخرجوا على سوق العمل اللي انتوا هتحددوه اللي انتوا هتعملوه، علموهم زي ما انتوا عايزين عشان انتوا تعلموهم بقى، عشان يقدروا يعني يعيشوا حياتهم ويستقروا، يبقى لهم مكان في سوق العمل اللي احنا مش عارفين هو فين اصلا. المهم ما يهمنيش قوي دروس الثانويه عامه تقليصها او كترها، او يهمني انه طالما احنا فهمنا ان في فجوه اخلاقيه لازم لازم يبقى في مدرسين يعلموا اخلاقيات اداب تربيه، لان يعني احنا عايزين حد يكون بيعلم صح، عايزين اخلاقيات، احنا عايزين اخلاقيات، عايزين سلوك، عايزين المدرس لما يدخل يا رب تعملوها ماده لوحدها وفيها نجاح وسقوط. بكل اللي احنا فيه ده حصل بغياب مادة الدين عن المدارس، بغياب دور المدرس، بتهميشه، بالتقليل منه، بانه ما يكونش موجود، موجود ولا موجود، بانه لما يكون مرتبه ضعيف قوي 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 مش هيقدر يديك بيه قوي. ما هو زمان كان في ضمير، كان في مرتبات ضعيفة جدا بس كان في ضمير، بس كان في بركة، كان في رضا، كان في كلمة طيبة من ولي أمر، من طالب بيهاب معلمه، ده مفيش. فوزنه، لما الأمور تتوازن الأمور تستقر أفضل من كده.